أصدرت وزارة الصحة بيانا مطولا بشأن اعتداء ضابط كبير في الجيش برفقة حمايته على الملاكات الطبية لمستشفى ابن الخطيب في بغداد، معتبرة ما جرى تعديا سافرا، فيما أكدت المضية بالإجراءات القانونية بحق المعتدين. وأوضحت الوزارة أن ممرضا فوجئ بالاعتداء عليه بالضرب خلال إكماله الإجراءات الإدارية والفنية من ذوي امرأة توفيت بالحمى النزفية كانت راقدة في المستشفى، وقد وقع الاعتداء بحضور والدهم الضابط في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات. دعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها لحماية ملكاتها ومنع تكرار الاعتداءات عليها.